بابا. يا شو نيها اجوا لعندك؟ ساعدني لأقوم، بدي أقعد. تعال. أقعد. خبروني شو صاير معكم انتو الاثنين. بترجاك جدي طول بالك، ما في داعي تهز بدنك وتتوتر هالقد. شو مفكرين حالكن ولاد صغار يعني؟ لشو هالمشاكل؟ ليش ما عم تحكوا مع بعضكن يعني؟ أنا بعرف كل شي، لا تخبوا عني يا ابني. أنتوا بتحبوا بعضكن كتير مو هيك؟ لكن شو اللي مانعكن تتزوجوا وتخلصونا بقى؟ معك حق بكل شي قلته، رح نحكي سوا ونتفق ماشي؟ هالشي لازم تكون مفكر فيه من الأول قبل ما تحكي معه. ما في داعي تتحجج بمرضي هلا. اسمعيني شو رح قلك يا كنتي. هاد الطبع اللي عنده من وقت كان صغير، على طول هو بحاجة لجده لحتى يساعده ويدعمه بكل شيء من وقت ما كان بالمدرسة، وأنا كنت لساتني رجل أعمال. باليوم اللي كنت أتأخر فيه بالرجعة على البيت ما كان يقبل يحكي كلمة مع حدا، يطلع يقعد بالحديقة برا من شان ينطرني، ولما كان يتعب من النطرة الطويلة كان يبلش يبكي. وانتي طلعتي حساسة مثله كمان. ما في داعي تنطروا الضوء وقتكم، لازم تتزوجوا انتوا الاثنين على السريع. فكروا منيح وخدوا قراركم. ممتاز، كل شي عم يمشي مثل ما خططت له. ليكي بدي منك شغلة، افتحي هداك الدرج. إذا بدك جيب لك شي من الدرج خبرني، أنا بروح بجيب لك يا. لا أنت روحي.